المشاركه ديالي في مهرجان تويزا واحد الفخر بالنسبه لي، اول مره في طنجه، وطنجه كتعني لي الكثير كمدينه لانها قريبه من تطوان، المدينه اللي عشت فيها وتولدت فيها. طنجه عندي فيها ذكريات بزاف، واليوم انا سعيد جدا بلقاء الجمهور ديال طنجه، وتبارك الله جمهور غفير اللي حضر اليوم، وان شاء الله تكون ليله خياليه. سر النجاح ديال كاينه ولا ما كاينهش هو في العمق ديال الكلمات ديالها اللي وصلت عند الناس، لان حنا يعني برغم اننا عايشين متفتحين واحرار في التفكير ديالنا، ما كنبقاو شرقيين، دائما عندنا الغيره الكبيره على المراه ديالنا، على الاخت ديالنا، على الحبيبه ديالنا، ما نبغيوش ان شي واحد يأذيها ولا يتحرش بها، ولا دائما كنحاولوا ما امكن ان ندفعوا عليها وتبقى هي في القمه، لان كتسهل كل خير، لان هي مكون اجتماعي اساسي في الحياه ديالنا، وراء كل رجل عظيم امراه، يعني بهم بالتضحيه ديالهم باش حنا قدرنا كرجال اننا ننجحوا في الحياه. و يعني كان اللحن كان راقي وجميل، والتوزيع ديال رضوان طبعا غيكون عنده بصمه كبيره في انه يوصل عند في ابعد مدى. رضوان هو الاخ الاكبر ديالي، هو كونترول كاليداد، يعني اي حاجه كنعملها كنسمع له هو الاول باش كيوافق واش تكون ولا ما تكونش، لان تبارك الله الخبره ديالو في المجال الموسيقي راه عالميه، وتعامل مع ناس كبارين، وشرف لي لانني كمغربي اول مره اول واحد غيتعامل معاه، لانه تبارك الله انترناسيونال، وفتح لي الابواب الكثيره في انني نتعامل مع فنانين عمالقه بحال بيت جول، بحال ماجيك سيستم. شرف كبير لي وشرف المغرب كامل انه يكون عندهم واحد بحال رضوان اللي كيمثلهم احسن تمثيل. كاين انا ما كانش عملنا شي كليب، لان كنظن بحال شي قصه جميله اللي بعض الاحيان اذا صورتيها فيلم تقدر ما توصلش عند الناس بنفس الطريقه اللي تخيلوها. نخلي الخيال ديالهم دائما واسع ويتخيلوها كما بغاو. باش انا مستقبلي اغنيه ان شاء الله بكليب غتكون هذه المره هذه، غتكون مغربيه عربيه اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انها تكمل نفس المسيره ديال احمد شوقي، انه ينزل دي سوجي اللي يكونوا فيهم شي حدث، فيهم شي موقف، فيهم شي فيهم طريقه معينه انهم يوصلوا عند الناس بحال كاينه ولا ما كاينش. خليها باقي ما حدناش تيولدوا ونسميوها.